انفراد الناس اللي عايزه تكتب وراء اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار. كابين الرحمية يا دكتور مصطفى، الله يكلم. لا لازم اقول اسم كابين الرحمية، شان ابو عامل زي كابين الرحمية، مصطفى الباشاباشي البشبيش، مصطفى البشبيش، دكتور مصطفى البشبيش، برافو عليك يا دكتور مصطفى، عامل فعلا زي كابين الرحمية، الشنب بتاع بيرسي بتاعه. حد يقول له بقى ان ده يعني، او يجيبوا له على الشاشه يعني الشنب بتاعه زي كابين الرحمية بالظبط بالظبط بالظبط. طيب لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين. انفراد محدش قاله في مصر، لا حد على الشاشه ولا حد في برنامج اذاعي ولا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على اي حاجه. ما هو هذا الانفراد؟ والاتفاق مع كارلوس كيروش على تجديد عقده ورفع قيمه راتبه. واتقال في الجلسه من كارلوس كيروش ما ينفعش المدرب المنتخب يبقى اقل من مدرب النادي في القيمه الماليه. قالوا له تقصد مين؟ قال لهم اقصد بيتس موسيماني، يحصل على 180 الف دولار مع جهاز المعاون، انا وجهاز المعاون بنحصل على 120 الف دولار، وانا بعد الضرايب باخد 70 الف دولار. بقول لك الارقام اللي الكلام اللي الحوار اللي دار النهارده في اتحاد الكوره في حضور جمال علام وبركات وليد العطار وباقي المجلس ما كانش يعرف. لما لقوني بقول الكلام ده على الهوا دخلوا على الواتس بتاع الجروب بتاع مجلس الاداره، وكان في جلسه اسطوره اليوتيوب بيقول كان في جلسه، استاذ جمال علام بيكلمه بيقول له في جلسه، الناس بتتكلم، ده في خبر اتنشر ازاي تعملوا جلسه مع كروش واحنا ما نعرفش، مفترض تقولوا لنا، مفترض تعرفونا، مش عارف ايه. قال لك لا في جلسه لمجلس الاداره خلال الاسبوع المقبل باذن الله تعالى لاعتماد كل شيء والاتفاق على كل شيء، لكن الجلسه كان هو بيقدم فيها التقرير وتطرق الحوار الى تمديد عقد، تمديد عقد. طيب برضه من ضمن ما تطرق اليه الحوار يا باشا، ها الجهاز الفني مين ماشي ومين قاعد؟ اول واحد قاعد او عايزين تعرفوا مصيره عصام الحضري، الوحيد اللي عليه اجماع انه قاعد. عصام الحضري الوحيد اللي عليه اجماع انه قاعد. ضياء السيد خد استماره 6، تم توجيه الشكر له. بقول لك الحوار اللي دار في مجلس النار اللي بقى لو تدخل محمد صلاح وغير مسيره الجهاز الفني ده موضوع تاني، لكن انا بقول لك اللي حصل في القعده، حصل في القعده عصام الحضري باقي في منصبه. توجيه الشكر الى كابتن ضياء السيد الذي انتهت علاقته بالمنتخب الوطني بانتهاء مباراتي السنغال. توجيه الشكر الى كابتن وائل جمعه. فيما يخص محمد شوقي لم يبدي، اللي اقول لك عليه ده معلومات، لم يبدي الخواجه تمسكا بالكابتن محمد شوقي، وقال لهم لو عندكم بديل افضل انا ما عنديش مشكله. فدلوقتي هيتشكل مدير منتخب، والمرشح الاقوى لمنصب مدير المنتخب هو الكابتن احمد حسن خلافه وائل جمعه. المرشح المدرب العام كابتن ضياء السيد بقى بره، محمد شوقي قال لهم قراركم. فالكلام دلوقتي هيبقى حازم امام ومحمد بركات بتوع الكره اللي في المجلس هيقعدوا وهيرشحوا اخرين، هيرشحوا مدرب عام ومدرب مساعد بدلا من محمد شوقي، او يقرروا استمرار محمد شوقي، ده هيرجع لهم هم. لكن الراجل قال مش فارق معايا، انا مش متمسك باي حد، واللي انتم شايفينه انا متمسك بمساعدي الاجنبي بمحلل الاداء باخصائي التاهيل، هم دول اللي انا عاوزهم يكملوا معايا ويستمروا معايا. راتبي ما ينفعش يبقى اقل من راتب بيتس وموسيماني اللي بيحصل على 180 الف دولار. الاعلان عن تجديد بيتس موسيماني، الاعلان عن تجديد كارلوس كروش تم بطريقه ذكيه، طريقه كده تحترم فيها المعلم اللي خد القرار. قال لك الموافقه على منح كروش اجازه. انت بتدي اجازه لمين؟ للي شغال معاك. طب لو هو اصلا الطعن اللي انت مقدمه او الشكوى اللي انت مقدمها اصلا بانتهاء كاس العالم شكرا، لكن الحركه ذكيه لان هو مسافر، عفوا مسافر البرتغال، هيعمل احاديث اعلاميه هناك، هيتناول ما حدث وكده، لان هو حكى لهم خلال تواجده عن تهديد الحكم له بالطرد، لانه قال له يعني مش عارف اتكلم، بيتحدف علينا حاجات، بيحصل كذا، بيسوي كذا، حاجات بالشكل ده كده. فبالتالي فكره الجو الارهابي اللي تعرضوا ليه، فبالتالي كارلوس كروش مكمل، تغييرات في جهازه الفني، الوحيد اللي مستمر بنسبه 100% هو الكابتن عصام الحضري وفقا لما دار في الاجتماع. بنقل لك اللي حصل في الاجتماع، هيرشحوا بقى مدرب عام اللي بخلاف ضياء السيد،
وهيرشحوا حد بدل شوقي او شوقي هيكمل ومدير للمنتخب او يلغوا المنصب. المرشح مدير منتخب هو كابتن احمد حسن لو في منصب، هو حتى الان اقوى المرشحين. و المدير الاداري ده بقى الشؤون الاداريه دي موضوع امره سهل خالص خالص، يرتبوه ويظبطوه مع بعض. هذا الانفراد لم يحدث، ما حدش اتكلم فيه خالص. لما تلاقوا اي حد بيقوله على الشاشه اقول لهم اسطوره اليوتيوب وعلى ما وراء البحار اول واحد قاله واتكلم فيه وطرحه على الراي العام. مبروك استمرار مستر كارلوس كروش، ونتمنى ان نرى كره جميله وممتعه مع منتخب مصر الوطني، ونتمنى تحقيق انتصارات، لان دلوقتي انت بتخسر بضربات الجزاء في بطوله كاس الامم وبتخسر في مباراه التاهل. النهارده الراجل يعني قدم تقريره، الاتحاد الكره هيدرسه، لسه هيجتمعوا في خلال الاسبوع الجاي او نهايه هذا الاسبوع وهيشوفوا رايهم ايه، لكن كارلوس كروش مكمل باذن الله تعالى. طيب لايك وشير وصلي.